أجرى موفد التلفزيون المصرية يوسف عابدين لقاء خاصا مع وزير البيئة والطاقة بدولة كوستاريكا، وذلك على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ. مشاهدينا الكرام، نرحب بحضراتكم معنا من جديد وتغطيتنا المستمرة لفعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، قمة التنفيذ من هنا من مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ. ويسعدنا في هذا الإطار أن نستضيف السيد فرانس تاتنباخ، وزير البيئة والطاقة بدولة كوستاريكا. مستر فرانس، ويلكم تو إيجيبت. سيد فرانس، مرحبا بك في مصر. أولا، هل يمكنك إخبارنا المزيد عن مشاركتك في قمة المناخ رقم 27 ولا سيما في مجال الطاقة والبيئة؟ نعم، يسرني أن أكون موجود هنا اليوم، وأنا ممتن لحكومة مصر على تنفيذ هذه القمة في هذا البلد الجميل وهذه المدينة الرائعة. وأنا أرى أن هذه القمة تحرز تقدما جيدا، لأنها قمة تنفيذ كما سميت، وقمة أيضا التكيف والتمويل. التكيف يتم النظر إليه بمنتهى الجدية، ولكن إن كوستاريكا حزينة على إبقاء أهداف 1.5 درجة مئوية، لأننا من منطقة يوجد بها العديد من تأثيرات التغير المناخي وتأثيرات خطيرة. فإن منطقة أمريكا الوسطى هي من إحدى أكثر المناطق تأثرا في العالم وشديدة الضعف، لأننا نمر بأحداث مناخية شديدة مثل الأعاصير وما إلى ذلك، ما يضع بلادنا في خطورة شديدة للغاية. لذا نحن نرى أن الموضوعين الأساسيين لهذا الحدث يجب أن يكون تسريع تنفيذ خفض الانبعاثات، والذي قدمنا بعض الاقتراحات بشأنه، والآخر هو الإبقاء على التمويل من أجل التكيف وبناء آلية جديدة للسكوك يوجد بها وسائل وافية وكافية للأضرار والخسائر الناجمة عن التغير المناخي. هذا هو ما أتينا لأجله. وكوستاريكا كانت دولة مسؤولة جدا في هذا العالم، نقوم بواجبنا ونحمي الغابات ونقلل الانبعاثات الناتجة عن الطاقة. لدينا إنتاج بنسبة 100% من الطاقة في بلادنا، وأخبرك بذلك باعتبار وزير الطاقة. نحن حاليا نعمل على جعل المواصلات تعتمد على الكهرباء، وهذا هو آخر جبهة عملنا عليها. والجبهة الأخرى هي تقليل الانبعاثات الناتجة عن قطع الغابات. لقد عملنا مع هذا الأمر، لقد أحرزت كوستاريكا حتى الآن إنتاجا زراعيا قائما على الغابات. والجبهة الأخيرة للتحول هي جعل المواصلات تعتمد على الكهرباء باعتبارها مصدرا مستدما ومتجددا. أنتم في كوستاريكا، هل لديكم أزمة طاقة؟ وكيف تتعاملون مع ذلك؟ نحن ليس لدينا أزمة طاقة، لدينا مقاييس للطاقة المتجددة للكهرباء. نحن بالطبع نعتمد على النفط في المواصلات والسيارات، ولكننا نغير ذلك شيئا فشيئا، ونغير أساطيل السيارات. و10% من صادرات السيارات لدينا على سبيل المثال كانت كهربائية ويوجد عليها حوافز درابية، ولكننا لا نعاني من أزمة طاقة حتى الآن. لدينا أو مجمع طاقة كبير من الطاقة الحرارية الآتية من مصادر بركانية بتأتي من بطن الأرض. لدينا الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الهيدروليكية وطاقة الكتلة الحيوية. هذه هي مصادر الطاقة المتجددة الخمس والخيارات والموارد المتاحة لدينا. اليوم يوجد رسائل أكثر عن التحول نحو الهيدروجين الأخضر ومشاريعه. في كوستاريكا ماذا تفعلون حيال هذه المشاريع؟ إن الهيدروجين الأخضر لدينا برنامجا بشأنه يسمى أنما، أو الخطة العمل الوطنية للتكيف، وهذا يعتمد على إنتاجنا من الهيدروجين الأخضر. ننظر إلى ما يمكن استهلاكه ربما للمواصلات ومواصلات أعباء الثقيلة. ونعم، كوستاريكا بإمكانها إنتاج بعض الهيدروجين الأخضر، لأن مصادر الطاقة لدينا خضراء، وأنا لست متأكدا إذا ما كانت كوستاريكا ستستخدمه من أجل استخدامه المحلي. نحن لسنا بهذا الحجم لكي نصبح مصدرين للهيدروجين الأخضر. نحن لسنا مركزا للطاقة، ولكن لدينا ما يكفي من مصادر الطاقة المتجددة من أجل أن نجعل المواصلات لدينا تعتمد على الكهرباء، وبالإضافة إلى استخدامها كقيمة مضافة في صناعتنا. بالنسبة إلى محاولاتكم في كوستاريكا، يوجد تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص؟
نعم، فإن الكهرباء على سبيل المثال نحن نسمح بإنتاج القطاع الخاص من الكهرباء قد يصل إلى 30%، ولكن على القطاع الخاص إذا ما أراد دخول إنتاج الكهرباء يجب أن يعتمد على مصادر متجددة. هذه هي بعض القيود التي نفرضها، وقد أصدرت حكومتي قانونا جديدا للكهرباء وهو في الكونغرس الآن، ونأمل أن يتم الموافقة عليه، يسمح بالأعمال التجارية الجديدة أن تعمل على المواصلات وتجعلها كهربائية من أجل التغيير وتعديل السوق الكهربائية الداخلية. لذا يوجد أعمال تجارية رائعة من أجل تغيير المصادر التقليدية التي تعمل على حرق الوقود الأحفوري. بشكل عام، أن التخلص من الكربون وأزمة الطاقة هي أمور صعبة، ما هي رؤيتكم حيالها؟ يمكن أن أخبرك أن هنالك مشكلتين كبيرتين متعلقة بالانبعاثات الناتجة عن استهلاك الطاقة والطاقة دائما. علينا أن نتذكر أن هنالك نوعين، الطاقة الكهربائية ونسميها الطاقة القديمة، والطاقة التي نحتاجها من أجل النقل والحركة، وأيضا الطاقة لازمة للعمليات الصناعية. إن كوستاريكا ليست دولة صناعية، لذا فإن استهلاك الطاقة لدينا هو للمواصلات، ولكن أظن أن هنالك جسوراً، وإن إحدى الجسور التي بنتها كوستاريكا هو ربط الإنتاج الزراعي بالغابات، فنحن لدينا غابات استوائية خضراء، وقبل أن نخسرهم بسبب قطع أشجار الغابات من أجل الزراعة لم نقم بذلك. لقد توقفت كوستاريكا عن قطع الغابات وأصبحت تستطيع ربط الإنتاج الزراعي بالغابات، وتعلمنا كيفية الزراعة الكف بالإضافة إلى وجود بضائع خالية من الانبعاثات ولا تعتمد على قطع أشجار الغابات. نحن إذن مستعدون، وحلت كوستاريكا هذه المشكلة. إذن المشكلة هي الطاقة، ونحن نحل هذه المشكلة أيضا، ولكنها بحاجة إلى المعرفة ولا سيما إلى مواصلات الأعباء الثقيلة. أما بالنسبة للمواصلات الخفيفة فإن هذه المشكلة تم حلها، ولدينا السيارات الكهربائية وهي فعالة جدا الآن، ولدينا أيضا طرق فعالة من أجل حل هذه المشكلة. أما بالنسبة إلى النقل الثقيل فنحن بحاجة إلى بعض الحلول مثل الهيدروجين، هيدروجين النظيف أو الأخضر، قد ننظر في هذه الأمور أيضا في المستقبل. إذن ما الذي تقوله إلى بعض البلدان التي تتحدث عن العودة إلى الفحم من أجل حل أزمات الطاقة لديهم؟ أعتقد أن هذه خطأ، هذه غلطة كبيرة، وهذا حل قصير المدى، ولكنه لا يعتبر حل أصلا. So we might be looking at those things as well in the future. Then what do you say? إن هذه أزمة الطاقة قد وضحت إلينا الحاجة على الاعتماد على مصادر متنوعة من الطاقة وليس مصدرا واحدا. أعتقد أن هذا هو على الأقل في كوستاريكا ما تعلمناه هو أننا لأن اعتمدنا على الوقود الأحفوري لم يكن كبيرا، لذا لم تصدمنا أزمة الطاقة بشكل كبير. سيد فرانس تيمباخ وزير الطاقة والبيئة في كوستاريكا، شكرا لك على هذه المقابلة. شكرا لك. والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا، وتغطيتنا مستمرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 من هنا من مدينة شرم الشيخ، فابقوا معنا.